السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم مملحة اللي عبارة على كرواسة معمرة بحشوة اللي لذيذة بزاف وايضا سهلة في التحضير، وبعجين مورق اللي سهل جدا، اسهل منه ما كاين. فتفضلوا معايا تشوفوا المقادير وايضا طريقة التحضير. فبالنسبه للمقادير، اول حاجه غادي نحتاجو هي اننا غادي نوجدو العجين اللي غادي نحتاجو فيه على نص كيلو ديال الدقيق. غادي نحتاج 250 غرام ديال الزبده، هنا عندي الزبده الخاصه ديال التوراق، عندي واحد الحبه ديال البيض، معلقه كبيره ديال زيت المائده، معلقه كبيره ديال الخل، حبه ديال الملحه، واحد الكاس الماء ضروري ما يكون بارد، كنأكد على انه يكون بارد قبل ما تخدموا به، عمروه ودخلوه يبرد في الثلاجه عاد باش تستعملوه. فنبداو على بركه الله. فاول حاجه اللي غادي نعمل هي غادي ناخذ هذه البيضه، غنخلطها غير واحد شويه هكذا باش كتسهل اننا نخدموا بها. غادي نضيف عليها معلقه ديال الزيت، معلقه كبيره، غادي نزيد معلقه ديال الخل حتى هي معلقه كبيره، غادي نخفق واحد شويه، وغادي نضيف داك الكاس د الماء يكون بارد. كيف ما كتلاحظوا فالماء راه بارد، بسم الله. غادي نخلط هذا الخليط ديال الماء والخل والزيت والبيضه، غنخلطو بهذا الشكل هذا صافي. غادي نخليه جانبا. غادي ناخذ واحد الاناء اولا واحد القصريه، انا هنا استعملت القصريه هكذا باش نخدم بها وانا مرتاحه. غادي نضع فيها الدقيق، بسم الله. هنا عندي نص كيلو، كل زلافه انا عندي كتعبر 250 غرام. غنضيف حبه ديال الملحه، غادي نخلط شويه هاد الملحه مع الدقيق، وغادي ناخذ الزبده، عندي 250 غرام. كما قلت لكم الزبده من الاحسن تكون الزبده ديال التوراق. وغادي ناخذ واحد الحكاكه وغادي نحك هاد الزبده بالحكاكه غليظه كما كتشوفوا. بهذه الطريقه غادي ندوز الزبده في الدقيق وغادي نحك بهذه الطريقه هذه باش الزبده كتسهل لينا في الحكان، كتحك لينا بسهوله كما كتلاحظوا ها هي كتهبط. فبالنسبه لهذا العجين راني سبق لي شاركته معكم في لي شوسون، في واحد الفيديو ديال لي شوسون. هذا العجين هذا كنعتبره انا اسهل عجين، هو اللي عندي معتمد ملي كنبغي نحضر مملحات هكذا بعجين مورق، ما كنجبرش احسن من هذه الطريقه هذه. فغادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو ديال لي شوسون في اعلى الشاشه. دابا غادي ندوز هاد الزبده، غادي ندخلها كامله في العجينه بهذه الطريقه هذه. غادي نخدم غير بيديا وغير بشويه بشويه غير بالمهل، ما غادي نعجنوش هاد العجينه وما غادي ندلكوهاش، كنخدم غير باطراف الاصابع. هاي كنفتت الزبده مع الدقيق بهذه الطريقه هذه، وغادي ندوزها ما بين يدي بهذه الطريقه، غادي نحك هاد الزبده. فمن بعد ما لبست الزبده مزيان مع الدقيق، دابا غادي نضيف هاد الخليط هذا باش نجمعوا به هاد الدقيق، بسم الله. غادي نضيف بالتدريج وانا كنجمع بهذه الطريقه هذه. فاذا شفت العجينه باقي ما تجمعات نقدر نزيد قياس ديال واحد المعلقه ثمن غير ما يتجمع لنا العجينه. فبالنسبه لهذه الطريقه ديال العجين المورق راه ما كاينش اسهل منا. كما كتعرفوا العجين المورق الاصلي راه كياخذ جهد، كياخذ ايضا وقت، فيه بزاف ديال المراحل ديال التحضير. فانا شخصيا كنعتمد غير هذه الطريقه هذه في جميع المملحات وجميع الوصفات ديالي اللي كنبغي نعمرهم، كنستعمل غير هذه الطريقه هذه، ما كتاخذليش وقت وايضا ما كتاخذليش مجهود. وبالنسبه لهذا العجين تقدروا تحضروه على تساع ويكون عندكم موجود في المجمد نهار اللي تبغيوه، غير تجبدوه وتخدموا به. فبالنسبه لهذه العمليه هذه كتستغرق فقط واحد خمسة ديال الدقائق، ما كتاخذش وقت بزاف صافي. ها هو العجين موجود كما كتشوفوا، فهذا هو القوام ديالو. كيف ما كيبان لكم راه ما معجونش، فقط دخلنا الزبده في الدقيق. ودابا غادي نقسمها على جوج، وغادي ناخذ البلاستيكه وغادي نضع فيها هاد الكرات ديال العجين بهاد الطريقه هذه، وغادي ندخلو من الثلاجه وغادي نستنى على هاد العجين حتى يرتاح على الاقل واحد جوج ديال الساعات عاد غادي نخدم به. فبالنسبه للحشوه اللي غادي نعمروا بها هاد الكرواسات، فهي حشوه لي سهله كتوجد في ساح وكتجي لذيذه. اللي غادي نحتاجو فيها جوج بصلات مشلضين، انا هنا استعملت جوج بصلات كبار. عندي هنايا التون اللي مصفي من الزيت، غنحتاج واحد شويه ديال الجبن الاحمر او الموتزاريلا اللي حكيته بالحكاكه غليظه،
بالنسبه للتوابل غادي نحتاج واحد شويه ديال الملحه حيت عندنا التون مالح، فردوا البال بالنسبه ديال الملحه. غادي نحتاج راس معلقه ديال البزار، معلقه صغيره ديال الزعتر، وزيت المائده اللي غادي نشحروا فيها البصله. فندوزوا على بركه الله. في واحد المقله غادي نوضع البصله، غنضيف عليها واحد شويه ديال زيت المائده، وغادي نضيف شويه ديال الملحه كيف ما كتلاحظوا، غير شويه، حتى التون مالح والزعتر والابزار. وغادي نتسنى على هاد البصله حتى تشحر. فمن بعد ما تشحرت البصله دابا غادي نطفي عليها وغادي نتسنى عليها واحد شويه حتى تبرد. من بعد ان شاء الله ندوزو نعمرو الكرواسات ديالنا. فمن بعد ما كتبرد لينا البصله دابا غادي نضيفو عليها التون، وغادي نخلط هاد التون مع البصله. اما بالنسبه للجبن غنخليوه حتى الاخير، ما غنعملوهش في المرحله هذه. فبالنسبه لهاد الحشوه هذه تقدروا تزيدوا فيها نتوما اي نوع ديال الخضره كتبغيو، تقدروا تزيدوا مثلا الجزر، واحد جوج حبات ديال الجزر حتى هما مشحرين، اولا فلفله، اولا ايضا تقدروا تزيدوا معاه حتى البيض مسلوق، كما تقدروا تزيدوا حتى شويه ديال الحار ولا شويه ديال الهريسه. صافي، دابا من بعد ما خلطت هاد البصله ومع التون دابا غادي ندوز غادي ناخذ العجينه. كيف ما لاحظتوا معايا انا العجين قسمته على جوج ودخلته للثلاجه، كيف ما كتشوفوا ها هي كتولي قاصحه. كيف ما كيبان لكم الزبده راها باقه باينه حيت العجينه غير جمعناها ما دلكناهاش. وهنايا غادي نستعمل شويه ديال الدقيق اللي غادي نسرح به هاد العجين. بسم الله، كيف ما كتشوفوا في الاول راها كتكون واحد شويه قاصحه، غادي نمشيو معها غير بشويه بشويه، غنسيسو معها حتى غادي نطلقوها. فمن بعد ما طلقت العجينه على شكل دائري كيكون هذا هو القوام ديالها، العجينه كتكون مرققه مغليضه. غادي ناخذ واحد القطعه ديال البيتزا وغادي نحاول نقاد هاد الجوانب هادو، غادي نزول هاد الفائض ديال العجين. بالنسبه لهاد العجينه اللي كنزولوها فقط كنجمعوها غير بهذه الطريقه هادي، وكنعملوها في بلاستيكه كنردوها للثلاجه باش نعاودو نخدمو بها. دابا غادي ندوز غادي نقسم العجينه على جوج هاد الشكل هذا، من بعد غادي نقسمها على أربعة، ودابا غادي نقسم كل مثلث هكذا على مثلثات صغار. كما كتعرفوا فالمملحات ما كيكونوش بحجم اللي كبير. صافي، ودابا غادي ندوز باش نعمر بالحشوه اللي سبقنا حضرنا. ودابا غادي ناخذ الجبن وغادي نوضعهم من الفوق كل وحده هكذا، ودابا غادي ندوزو باش نروليو هاد الكرواسون بهاد الطريقه. غادي نطول العجينه في الطريقه، راها سهله، وغادي نبقى ماشيه بهاد الطريقه وانا كنرولي بهاد الشكل هذا حتى كنحصل على كرواسون. بالنسبه لهاد طرف العجينه هو اللي غادي نوضعه في القاع ديال الصينيه هكذا، غادي نرولي معكم واحده اخرى. فغادي نطوي بهذا الشكل وغادي نمشي وانا كنرولي بهذا الشكل هذا حتى نحصل على الشكل ديال الكرواسه. فمن بعد ما انتهيت من التشكيل ديال الكرواسه كامله، هنا خديت واحد الصفار ديال البيض اللي ضفت عليه قطيرات ديال الخل، غادي ندهن به هاد الكرواسات. وقبل ما تدهنوا الكرواسه ضروري ما تشكوها واحد شويه، انا هنا تشكيتهم كما كيبان لكم بواحد الابره، وغادي نمشي بهذه الطريقه هذه وانا كندهن. وفي هذه الاثناء انا عملت الفران كيسخن باش ندخل هذه الكرواسه تطيب، ضروري الفران يكون واحد شويه مسخن. بالنسبه للطياب ديالهم في الفران ديال الكهرباء على 200 درجه النار من التحت، ملي غادي تشوفوهم باللي راهم تحمروا الجناب ديالهم تحمروا وتنفخوا غتشعلوا لهم النار من الفوق باش ياخذوا واحد اللون ذهبي. وايضا بالنسبه للفران ديال الغاز غتسخنوا شويه الفران من قبل وعاد غادي تدخلوهم يطيبوا، كل سيده كتعرف الطياب ديال الفران ديالها. فمن بعد ما كيطيبوا لنا الكرواسات كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو صراحه كرواسات اللي غزالين لذادين، ايضا سريعين في التحضير، بعجين مورق اللي سهل جدا، وايضا بحشوه لذيذه. فغير جربوهم اكيد غادي يعجبوكم. كما كتشوفوا ها هما كيجيو تبارك الله غزالين غزالين ومورقين كيف ما كيبان لكم، فغير جربوهم اكيد غادي يعجبوكم وغيعجبوا وليداتكم. واذا عجبتكم الوصفه ما تنسونيش من اللايك والاشتراك والبارطاج مع الاهل والاحباب. دمتم في رعايه الله، والى وصفه قادمه باذن الله.